ايه ده؟ ايه صوت ضرب النار اللي في الحمام ده؟ يا نهار اسود سيد الاور، ما تقتلنيش والنبي. وعيد بالحضن يا حبيبي. حضن؟ حضن ازاي يعني؟ انت يستحيل تقول لي بالحضن الا لو حاطط في بطنك خناجر. انت عايز تقتلني صح؟ في حد بيقتل صاحبه وحبيبه. انت مالك يا عم، انت في ايه؟ انا مش مصدقك على فكره يا اور. يا حبيبي احنا اخوات واصحاب. امسك دول 200 جنيه مني ليك. هو انت شارب حاجه يا اور؟ انت المفروض تطلع تطاردني وتقتلني. انت خربان يا اسطى، افوقك؟ لا يا حبيبي انا فايق جدا. طيب ازاي انت ادانا مأجراك عشان تاخد مني فلوسها وفلوسك اللي عليا؟ ما انا خدتها يا حبيبي. ازاي؟ بعت الآلة الكاتبة بتاعتك وعرفت اجيب فلوس. طب الحمد لله. بس الديانة ما خدتش فلوسها، اصل الفلوس ما كفتش غير انا بس. يعني هيفضلوا يطردوني يا سيد اور؟ مش بس كده، دول اجروا لك اخويا يقتلك، حمودة الاور. نهار اسود. طب انا الآلة الكاتبة دي هي اللي كانت حامياني. عادي وحوح بقى عادي. ممكن تقولي بعتها لمين؟ تاجر مخدرات في الهرم. عنوانه؟ طيب خلي بالك ده قتال قتلة، اوعى تروح له. بس عموما هو عنوانه في الكارت ده عشان لو زهقت من حياتك وعايز تنتحر يعني. طيب طيب استناني هنا شوية هلبس واجيلك. ماشي. انا جهزت يا اور، يلا بقى نروح. حاطلك يا وحيد. يا عم انت عبيط، انت مش لسه كنت صاحبي؟ والله ما حسيبك يا عم، احنا اصحاب. انت نسيت يا اور ولا ايه؟ انا حمودة الاور، اخو سيد الاور التوأم وحيد. لا والله الخالق الناطق. اتشاهد على روحك وحيد. آه انت عايز وحيد؟ لا ما حضرتك، انا برضو حمودة السجاطي، اخو وحيد السجاطي التوأم. ايه ده بجد؟ ايوه انت مش شايف الشبه اللي بيننا؟ اه فعلا. طب ما تعرفش وحيد فين والنبي؟ وحيد هاجر، لو عايز روح له روح له كندا مثلا. بص بقى صدناوي، انا مش عايز غباء، زي ما اتفقنا بالظبط لازم الناس كلها تقتنع اننا تجار مخدرات. يا عم ما تخافش، والله لا يتأكدوا. ثانية واحدة. هتعمل ايه؟ هبلغ عننا عشان الناس كلها تتأكد. يا ابني مش ناقصة غباء بقى والنبي، يلا. خلاص خلاص. طب خلي بالك الديلر جاي. بجد احمد السقا؟ طب اتصور معاه والنبي. يا عم بقى مش طالبة غباء، قلتلك ركز شوية وتقمص شخصية تاجر مخدرات. حاضر حاضر. أمور يا ابن عمي. صباح ملفوف ورقتين بفرة يا زميلي. أموره رجالة. معانا صنف عنب قوي اسمه التعلم. بس بقى ما تقلقش منه عشان مكار. بيهزر طبعا. شاري. طب دواني. امسك سجارة اهي. ايه ده دي سجارة عادية يا عم. بس مش منفسة اقسم بالله. لا يا استاذ ديلر، احنا بس بنلف في سجارة عادية عشان يبقى طعم احلى. خد دوق كده حتى. دواني يا عم، طعمه سجارة عادية، هو انا ما بفهمش ولا ايه؟ يا عم بس كمل نفسين كمان. عم دي العلبة رقم 15 اللي بشربها دي وما حصلش حاجة. ما انت مجنون برضه يا وحيد، مديله سجارة عادية وعاوزه يستطل. امال اعمل ايه طيب يا صدماوي؟ اديله حاجة متلغمة. يا عم اسكت بقى. بقولك ايه، تيجي نشممه سكر مطحون على انه هيروين. اسكت خالص. خلاص خلاص انا هجيب لك اللي يتصرف معاك. الو الو، لا بص هبعت لك عنوان دلوقتي تجيلي فيه. يا ابني طب فهمني فيه ايه؟ لما تيجي بقى بس بسرعة يلا. خلاص خلاص تمام، انا جاي اهو، 5 دقايق وابقى عندك. يا زميلي يا زميلي السجارة دي، السجارة دي رقم 40 ولسه ما حصليش اي حاجة. الله ده انا قربوا حطوا صورتي على علب السجاير ولسه ما عملتش دماغ، ده انا صدر بقى مصنع سجاير. وحيد يا وحيد انت فين؟ انا هنا يا لولا تعالي. ايه المكان الغريب اللي انت جايبني فيه ده؟ انا خايفة. انا خايف اكتر منك، ركزي بقى معايا دلوقتي، تشربي من السجاير دي ولازم تعملي دماغ تمام. بس انا مش بشرب سجاير يا وحيد، ما انت عارف. معلش حبيبتي جربي جربي تشربي سجاير عشان خطيبك، دي حلوه جدا وبتجيب امراض. وانت عايزني يجيلي امراض من السجاير؟ ما تخافيش انا ظابط الدنيا. ماشي لما نشوف اخرتها يا وحيد. ها زميلي ها، فين الشخص اللي هيخليني اعمل دماغ من السجاير دي؟ فين؟ انا جبت لك الدماغ نفسها ابو الصحاب. اعرفك ليلى بنت جوب، اكبر مدمنه في المنطقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا 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 لا، انت داخله انترفيو ولا ايه؟ مالك فيها يا بيت؟ بيت ايه يا ده انت؟ ما تتكلم عادل، ما تخلينيش اجي اعملها معاك. معلش معلش يا باشا، سكرانه بقى وكده انت هتاخد على كلامها؟ يلا يا بنت جوب يلا اتفضلي السيجاره اهي. ياه ده ايه السيجاره الفافي قوي دي؟ فين ايام ما كنا بنلف السجاير في ورق فلوسكاب؟
بقى اللي بتشرب البحر يا وحيد، دي بتموت مننا يا جدع. ما انا كنت بشرب زمان قوي بقى، وبعدين طبت ورجعت تاني اهو. كفك. الحق يا وحيد، دي عملت معاه دماغ بجد. طب اشمعنى احنا؟ طب ايه، ما تيجي نشرب من دماغها، يمكن نعمل دماغ احنا كمان. اسكت بقى، هتودينا في داهيه. الله الله عليك وعلى دماغك. بقولي ايه، احنا نتجوز بقى. يا ريت حالا يعني. بص، لازم نتجوز ونخلي وحيد هو اللي يشهد على العقد. الحق يا وحيد، ليلى بتشقف منك. يا ليلى، الله يخرب بيتك، انت رحت في داهيه خلاص. هو انت اسمك ايه كمان؟ نسيتي اسمي؟ اسمي وحيد يا هانم. وحيد، طب ما تدور على حد يقعد معاك. يا سلام، وكمان بتقليشي الكلمه وعكسها، ايه الجمال والحلاوه دي؟ لا 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 لا، ده احنا لازم نتجوز وش كده، ونبني بقى بيتنا من ورق بفره وكوكايين. قابل يا عم، هيعيشوا في دلاب مخدرات سوا. ده انا هبقى اروح ابات عندهم بقى. يا جماعه، انا حرانه ودايخه، تفتكروا انا حامل؟ ايه اهدي بقى، انا غلطان جبتك هنا. بس كان عندك حق وحوح. البنت دي فعلا الدماغ نفسها، دي احلى دماغ عملتها في حياتي، ودي احلى سجاره شربتها في حياتي. ودي احلى سكينه هنهي بيها حياتك لو ما سكتيش. انا شغال معاه. اهدى يا وحيد، اهدى، مش كده. هقتلها صدنوه، هقتلها. تقتلها ايه؟ انت ماسك في ايدك قلم رصاص وتقول لي هقتلها؟ انت كمان خربت باين عليك بجد. ايه ده، انا اسف جدا، اسف. ما حد معاه برايه؟ طيب لا، احنا نروح بقى، كفايه كده بقى. يلا والنبي، انا هموت وانام. ايه، استنى يا عم انت، والآلة الكاتبة اللي انت كنت هتموت عشان تاخدها. صح، يا لهوي، انا كنت هنسى. بقولك يا ابن عمي، تعرف تاجر اسمه عبده بفرة؟ انا شغال معاه، تعالوا معايا. ليلى، انت لازم تروحي حالا. لا لا، انا عايز اجي معاكم. اركبي تاكسي وروحي وانجزي، خلينا نشوف اللي ورانا. خلاص ماشي، انا همشي. ما تخلصونا بقى يا رجالة. ايوة يا عم، جايين اهو. قول لي بقى، جاي ليه يا عم؟ معايا صنف ايه؟ شعوزة. انت دوت الصنف ده ولا؟ دوتو غمني عليه. ايوه بس ده غالي جدا. بكام يعني؟ بقالة كاتبة قديمة. ولا هات الآلة الكاتبة من عرف يا لا. تسلم يا معلم. دوقني الصنف. طيب اشوف الآلة الاول. امان، احلى آلة اهي. ده هي فعلا. فين الصنف بقى؟ مع صدناوي، ولو انا اختفيت حالا عزبوه. سلام. دخان كثيف يملأ المكان، صوت موسيقى راقصة في الخلفية، صوت كركرة الشيشة.